للميديا. بالظبط. انا وانا بشتغل في الصحافه، هي كان بدا ارتباطي بقى بان انا عملت اول صفحه للمسؤوليه الاجتماعيه على يعني على مستوى الوطن العربي مش مصر بس. ما كانش في حاجه اسمها مسؤوليه اجتماعيه وقتها، يعني صفحة المسؤولية الاجتماعية أول للمسؤولية دي كانت أول صفحة. حاجة اسمها مفهوم المسؤولية الاجتماعية دي كان من حوالي 10 سنين على ما أعتقد أو 9 سنين، ما كانش متدارج قوي مفهوم المسؤولية الاجتماعية. إيه هو المسؤولية الاجتماعية؟ طب إيه هو المسؤولية الاجتماعية؟ المسؤولية الاجتماعية الناس ممكن تفرق ما بين أو تفتكرها هو عمل الخير. لا، المسؤولية الاجتماعية هو عمل أشم، يعني عمل أشمل وأعم. فبالتالي كان مش مفهوم للناس، الناس فاكرة إنه عمل الخير وإن أنت تعمل خير في السر وإن أنت يعني دايما في النطاق الضيق. ولكن المسؤولية الاجتماعية ليها مفهوم أكبر بكتير، زي المسؤولية الاجتماعية لأي حد فينا، للشركات، للقطاعات، لكل كل قطاع موجود في مصر ليه مسؤولية اجتماعية تجاه الوطن ده أو تجاه البلد دي. بدأت أشتغل على ده وقدرت أتعرف على كيانات بتعمل حاجة كويسة جدا محدش عارفها. بدأنا نشتغل بفكر تاني، لأن كان مفهوم معروف إن في صفحات عن عمل الخير موجود في الجرائد المصرية، حد مثلا الحاجات الإنسانية، عارفة الصفحات اللي هي فيها حالات إنسانية. لا، المفهوم بتاع المسؤولية الاجتماعية كان أكبر وأعم وأشمل بكتير. طب يعني إيه اللي كنت بتقدميه على صفحتك وقتها؟ كنت بشوف الكيانات المحترمة الجادة اللي هي بتعمل عمل على أرض الواقع، عمل في تنمية، في نقل ناس من حياة أصعب لحياة أفضل. فبدأت أشتغل عليهم، بدأت أتطوع معاهم. قد إيه كنت بشوف إن في حاجات حلوة جدا بتتعمل في مصر بس محدش شايفها. طيب الصفحة اللي على السوشيال ميديا دي، هل انت كنت وقتها يعني بتنزلي مثلا ان والله احنا هنشتغل العمل الفلاني كعمل تطوعي، مين هيشارك هي معانا؟ هي صفحة، ولا كنت هي صفحة مش على السوشيال ميديا، هي كانت اول صفحة في الجرايد المصرية، وبعد كده بقت تتنقل على المواقع الالكترونية الصحفية يعني، ولكنها مش صفحة على السوشيال.